السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. الموضوع ديالنا اليوم غيكون هو واحد الموضوع اللي ضارب في الطوندوز العالمي واللي القليل ديال الناس اللي عارفين هذه القضيه لان الاغلبيه كيشوفوا التفاهات. الموضوع ديال اليوم هو كيف قلت اللي ضارب في الطوندوز العالمي وهو موضوع كوبا. كوبا سيدي هي واحد الجمعيه يعني تأسست في السنوات الأخيرة لحماية الأطفال أقل من 13 سنة يعني من المشاهدة. يعني كيف كتعرفوا كاين بعض الآباء يعني كيعطي الطابليت ولا التليفون لولده ولا بنته هاك سير تفرج. والمشكل تيوقع في هذا يعني من ناحية الإشهارات. كانت الفيسبوك هذه واحد السنوات خلصت غرامات هي على هذا الشكل يعني استغلال الأطفال واستغلال شخصياتهم والبريفاسي ديالهم. كان سبب كيف قلت الفيسبوك ولا دابا في اليوتيوب هو الإشهارات اللي كتنزل في الفيديوهات. يعني أنا كنتكلم على فيديوهات ديال ملايين المشاهدة. ملي كينزل الإشهار في وسط الفيديو هذاك هو المشكل. كيقدر يكون داك الإشهار كيحتوي على شي مشاهدات ولا شي حاجات يعني ما خدامش الأطفال. هذا هو المشكل اللي خلى هاد الفيديوهات يعني يتحضر عليها. هذا هو نعرف على ما معنى كوبا. كوبا يعني هي Children Online Privacy Act. هذا هو المعنى ديال كوبا. مؤخرا نزل واحد القانون الى حطوا الناس منشئ المحتوى يعني ملي كتجي تنزل شي فيديو كيطلع لك واحد الاشعار واش هاد الفيديو مخصص للاطفال. يعني ابتداء من يناير 2020 ان شاء الله الى جاك هذا الاشعار. دابا الاغلبيه كيديروا لا ابتداء كيف قلت من يناير 2020 ان شاء الله غادي يبدا يشرح هذا القانون. اذا لا جاك هذا الاشعار مثلا ودرتي لا يعني الفيديو كيتراقب. الى تصاب يعني انت قايل لا هو مخصص للاطفال كتاخذ غرامه ديال 40,000 اورو للفيديو. اوكي. ولا تصاب العكس يعني يقدر القناه ديالك تمشي. مثلا الا كنتي كتكذب قلتي هذا الفيديو مخصص للاطفال هو تصابت فيه شي حاجه يعني ما مخصصش الاطفال يعني في هذه الحاله كتضطر تمشي لك الاكونت ديالك من جوجل ماشي غير القناه ديالك يعني البلاتفورم ديال جوجل كله تيمشي. يعني القضيه غادي تصعب على اصحاب القنوات التافهه مثلا اصحاب الروتينات راكم عارفين شنو كنعني. القنوات اللي كتراجع الجيم القنوات اللي كدير فيها يعني فيها رسوم متحركه حتى الفلوغات اللي كدير مع الاطفال ديالك كدير الفلوغات اللي كدير مع ولادك ولا بناتك ولا ولدك ولا بنتك يعني حتى هما خصهم يكونوا يا مخصصين الاطفال ولا ما مخصصينش يعني ما هادشي ما خصو يكون فيه الكذوب. وكيف كنعرفوا دابا راه كاينه يعني حوالي 70,000 يعني امضاء ضد هادشي ولكن انا ما كنظنش هادشي يعني غادي يتوقف ولا يتحبس لان القانون على الكل. اوكي. من بعد ما يعني اليوتيوب خدات السنه اللي فاتت غرامه ديال 175 مليار يعني شنو قررت هذه الجمعيه يعني غدور الكرياتور يعني المنشئ المحتوى. فلهذا يعني وداعا للتفاهات في الفيديو وبزاف ديال القنوات مهدب بالرحيل لان كيف كتعرفوا الناس بقات غير صور ونزل صور ونزل صور ونزل ما يمكنش هادشي كثر على اليوتيوب هادشي ولا بزاف. يعني تقدر تقول تا هاد الفيديو غير مخصص للاطفال ولكن الا تصابت فيه الوان رسوم متحركه واخا تقدر يعني بداك رسوم متحركه تكون كتشرح قضيه للناس الكبار يا كتهضر على قضايا جنسيه ولا حاجات اخرى ولا اغاني ولا مقالب ولا يعني بزاف ديال الحوايج غادي تزير في اليوتيوب وقيلات غادي تكون هذه هي
يعني القضيه اللي غادي تزعزع اليوتيوب ويقدر ما يبقاش اليوتيوب. فلهذا بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي كتعرفوهم اللي كيعنيهم الامر، ونطلب من الله تكون وصلتكم المعلومه، وحتى الموضوع على البلوج ده. السلام عليكم، تشيس.